رمضان كريم. السلام عليكم، اهلا وسهلا مضفان زيت باذوت ازغنغان ابو عايشين قروم، مرحبا بكم بالحلقه الجندينيه هذه ديت مزغنغان الحلقه 9. نهار اغنبوب جديد، نهار الوجه الجديد، يدفغن غا الشارع زغنغاني باش نقدم اسقسان، باش نقدم الاسئله الزوار نغ المحبين هذه ديت مزغنغان يجل جائزه طبعا للقران الكريم. باش اكن تابع من الحلقه هي تبعث كي البرنامج النهايه، والسلام عليكم. السلام عليكم مضفان غدي القناه زغنغان ابو عايشين، اهلا وسهلا بكم. اول سقسيان دي البرنامج الديني غدي هنديت زغنغان يجي نهار الحلقه 9. نهار نتصادف ومثنى بانيتا دي الساحه المسجد دي ازغنغان. السلام عليكم. اسم الكريم اسمي منير. سي منير مرحبا بك. سي منير كي نخشى ركض كيجي الاسئله دينيه ان شاء الله. مستعد؟ ان شاء الله. مستعد. سي منير، السؤال يقول ما هو لقب عثمان بن عفان؟ لقب عثمان بن عفان، بماذا لقب عثمان بن عفان؟ تشقب الناس لعثمان بن عفان. بماذا لقب؟ بماذا لقب عثمان بن عفان؟ ما العالم مسحب بالحارث. شوي شوي تخك. هاك الفرصة. ثو الدار يا صاحبي. والو. ولا ثو الدار يا ولو. زيد بغي، زيد. يا ربي تبثنا يا ربي. فرصة نغلط، شوي شوي تخك. عثمان بن عفان، ما هو لقب أو بماذا لقب عثمان بن عفان؟ يجو صحابي معروف. واو واو تواريخ. أيوز خيكو معي الزن فرصة نغنيت من غفيني ذو ما من غير عواش مبروك، رمضان مبارك، خمتي سفاب بسير خاذ البارك إن شاء الله جميع المسلمين. وزعما من يتقميج المبادرة زعما تصبح تسمع الفقه تارمي وذن زعما يدين باش هذا ذوعان ذقن زعما يجن حاج تصبح تمني غوم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. أكين إجن الشخص زين ديت مزغنغان معروف، الوجه المعروف زين ديت مزغنغان طبعا. ثاني شخص ذي الاسئله الدينيه يتجند البرنامج او ذي الحلقه ثاني تا غادي نقدم سيخ في الناس. عزيزي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسم منش عزيزي؟ محمد. سي محمد. سي محمد نهار كنشارك في البرنامج الديني تعب حد السؤال تعب حد المصحف الكريم. مستعد عزيزي؟ مستعد. السؤال يقال عزيزي بماذا لقب عثمان ابن عفان؟ ما هو اللقب الذي لقب به عثمان ابن عفان؟ من شاين عزيزي السؤال يعني كاش صح. عثمان بن عفان صحابي معروف، صحابي يعني معروف معروف زين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقب زي لقب ذي الوقتين يعني مسلم مؤمن بالله مجاهد. والو عزيزي؟ لا والو. من غفيني ذي مضفان غير كيتفرجنا عزيزي؟ اثني صلاح ربي العالمين، اثني عون ربي العالمين. كاين الاخ ميلود ثالث مشارك ذي هنديت مزغنغان، نتمنى ان شاء الله كاين يابح ذي البرنامج المصحف الكريم. قدم انا اختي اسمنش الاخ؟ ميلود. سي ميلود. سي ميلود معروف ذي هنديت مزغنغان. سي ميلود السؤال يقى بلي من هو ما بماذا لقب عثمان بن عفان الصحابي؟ عثمان بن عفان ما هو اللقب الذي لقب به؟ بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بما لقب به هو ذو النورين. ما شاء الله ما شاء الله، والجواب صحيح. ولماذا لقب بذو النورين؟ يعني نسيت صغاري وها يعني الجواب هذه الحقيقة تبحث يعني الله أعلم. لقب بذا النورين لأنه تزوج اثنان. اللهم زدنا علما. سي ميلود بالصحة والراحة الأخ ميلود المصحف الكريم. أش يحفظ الله سبحانه وتعالى الجواب نجدي المستوى من غثيني ذي المتبعين الزوار نعبو عايشين أزغنغان أبو عايشين البرنامج الديني. إيوا من دومين البرنامج الصباح بيصغي الله رخا إن شاء الله. بيصغي الله رخا إن شاء الله. أش يحفظ الله سبحانه. مضفرنا القناة أبو عايشين السلام عليكم. كاين غير المشارك النغني ذي هنديت مزغنغان طبعا. نتمنى إن شاء الله ذي الفائز ذواني تا باش نحن عاكوها المغابقة الشنط. اسم الكريم؟
الهاشمي. الهاشمي كنخشعر كيجي البرنامج ديني. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. سورة البقرة. سورة البقرة. والجواب صحيح. من غاتين يدي الزوال ذيك التبان خلينا نشوف. يوم يدي صغيرين الله يجازيهم بخير، الله يطولنا في العلم إن شاء الله، الله يكثر الخير علينا. الله يا رب نطلبوا ربي يهز علينا هذا الحصار إن شاء الله. وما هي أقصر سورة؟ أقصر سورة؟ الكوثر. ها؟ الكوثر. الجواب ديال المستوى. أقصد خليل هاشمي هانيئا لك. هانيئا لك. بسم الله. ظفرنا القناة نزغن غانا أبو عشرين، السلام عليكم. كاين غير المشارك نهاراني وداد شانا رويسي يقيم انا غير المصحف نتمنى زي الاخ الكريم اكين غير شارك دي السؤال الجنديني اكين غير بحال القران الكريم. اسم الكريم عبد الصمد. عبد الصمد. السؤال يقول السي عبد الصمد، كم سجده ذكرت في القران؟ كم سجده ذكرت في القران الكريم؟ يعني مري وفق نصي ضارب من ذا شغينا غير السجدة قوى بس سجدة يعني خميه كون يعني وش هان السجدة في ذاس يستين حيس بي كمار 13 إناش 13 يخذت خوبون تسي صامت هاك الفرصة يا إما تاني دي إما تسنى 14 يخضاخ رجالات السيور والله العادي متحقق عم سي صمت تنغيم السؤال لا السؤال عادي والله العادي تنغيم مسكينة بوكيدو ما سموسة ثومة صمت من غثيني ذي الزوار نغنى أبو عشرين مديس نغثيني مديس نغتقدم رمضان مبارك أكني وفق صدار بمرة يا خني نغضى وانت داشن تحلاثة بعدين موجود مرحبا بكم يعني يا عود اسمش حايا بحا النهورة اثنين واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ايام يا بحا وزم هو ذا ربح مقرب هو ذا ربح يعني مرحبا بكم اشي حفظار بين الاخ سمو تتبعين نغا والزوار نغنى ابو عشرين ما مش توارم تواجد خو حاليا ذي الحي الرويسي اكل اجواء يعني المباراة يوذن يعني سعدون لورا معروفة مشان صار رياضة زي الفترة المغاب ان شاء الله وتعالى يجن تحيه طم قرانتي السكان الحي الرويسي تتم البرنامج ان شاء الله نتمنى تختم دانيتا الاسئله تاع انا عضو مباشره كاين خشن الشباب الصغار الكتاكيت طيور الجنه ياش طيور الجنه المستقبل السلام عليكم ما مش كاين اخت شهاده من الزوار نغي عزان الاحبه نغي عزان اكس نجن السؤال ذا اك الاخوان اكيث مثلا نغي عزان وني كاين غير ربحان هذه ربح المصحف الكريم اقاكني مستعدين يسمنش أدب اسمك محمد موعد موعد إلياس إلياس حمزة حمزة يوسف يوسف محمد محمد صافي يا أخي كنا مستعدين ياك وأخ السؤال غير السؤال شو تيفسوس ياش وأسمع صافي يا أخي كنا مستعدين السؤال يقول ما هي أصغر سورة في القرآن الكريم كنت باغي تقولها وش إيشك مرة ايوا انا بدر السؤال مادام مرة السن الناس مرة تجاوبا انا بدر السؤال انا بدر السؤال صافي صافي تهوان ياش ما شاء الله ما شاء الله عليكم ولكن السؤال الخو غادي نسنعم مقشوات ياش ما هي الصورة الذي ذكرت فيه ثمرتان ثمرتان ما هي الصورة تبتدئ بالثمرتان البداية ثمرتان عاوز سورة التين سورة التين احسنت والجواب صحيح يجن تسبيقها اسم النش اسم النش اسم النش محمد محمد والجواب صحيح اقشت السي محمد القرآن الكريم من غثيني اذا السي محمد الخانين ابو عشرين ذي وذان اذا كي تفرجن إذا الإخوان المشاهدين الكرام ما مش توارم تتم أو الخاتمة المسابقة المصاحف تكمل ذاني تهذي الحي الرويسي أك الشباب النغ أك الأخ يوسف جد تبارك الله الجواب استغادي المستوى إذا الإخوان ما مش كنا نتبعان بلي أنه الحلقة
الرمضانيه الدينيه ثنتا هذا ذي الحي الرويسي الحلقه يجان ويسعى تكمر ذاني تا اكل كتاكيت النار تغل جواب نسن هذه المستوى. ولهذا نقراو رمضان مبارك وبالصحه فطوركم نقراو ما درتم شاس ابوني لايك الضغط على الجرس والسلام عليكم. رجاء غنرجع الحلقه نغني ان شاء الله. السلام عليكم.